المسيحية الشرقية تحتفل بأحد القيامة. هل ذكورة الرجل الشرقي مهددة براتب زوجته؟ والبقاء بعيداً عن الهواتف وصفة السعادة للمراهقين. برنامج اليوم مع رغدة إبراهيم وساندي مصطفى. صباح الخير عليكم مشاهدينا، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اليوم. وصباح الخير عليك ساندي. صباح الخير يا رغدة. ساندي، كالعادة مواضيعنا متعددة اليوم، متنوعة طبعا، لكن ربما عندنا موضوع اجتماعي مهم جدا ومهم أيضا تفاعلكم معه. يعني مثلا ساندي، تتخيلي أن المشاكل الاقتصادية اللي تصير في الزواج ممكن تكون يعني نسبة كبيرة منها هي سبب في فشل العلاقات الزوجية؟ وطبعا تختلف هذه المشاكل، ولكن في مفهوم هنحكي عليه اليوم هو يعتبر انتهاك ونوع أيضا من أنواع العنف في حق المرأة. صحيح رغدة، يعني رح نحكي اليوم أكثر عن العنف الاقتصادي ضد المرأة. مثل ما ذكرتي، هو نوع من أنواع العنف اللي يهدف بالأساس إلى تقييد ربما قدرة المرأة على الوصول إلى الموارد المالية والاقتصادية والتحكم فيها، أو حتى التحكم في قدرتها على التعلم مثلا. نعم فعلا ساندي، وهذا العنف ممكن يأثر بشكل كبير على قدرة المرأة على تحقيق الاستقلال المالي والاستقرار الشخصي. لهذا تعتبر مواجهتها قضية مهمة، وهنحكي في تفاصيلها أكيد في ملفنا، في ملف ملفات حلقتنا لليوم. يحتفل اليوم المسيحيون الأرثوذكس في البلدان العربية بأحد القيامة أو عيد القيامة، أحد أكبر المناسبات الدينية لدى المسيحيين الشرقيين. رغدة ساندي، عيد القيامة هو الحدث اللي يرمز لقيام يسوع المسيح من بين الأموات بحسب الإنجيل، وهذه الفعالية الدينية تعتبر نقطة التحول ولها أهمية كبيرة في العقيدة المسيحية. صحيح رغدة، وهذا الحديث ربما يعطينا لمحة عن الأهمية التاريخية لأحد القيامة، لكن ماذا عن احتفالات المسيحيين في الوقت الحالي؟ نعم، بالنسبة للمسيحيين الشرقيين تختلف تجليات الاحتفال بالقيامة قليلا عن الممارسات الغربية. تظهر تقاليد فريدة هنا تعكس الثقافة والتراث الدين. صحيح رغدة، ويتضمن ذلك طبعا الصلوات الطقسية والترانيم الملحنة بشكل فني، بالإضافة إلى الاحتفالات الاجتماعية اللي تستمر عادة لعدة أيام. يحتفل المسيحيون من أبناء الطائفة الأرثوذكسية في العراق بعيد القيامة في 5 مايو، وجرت العادة أن ترافق الاحتفال بهذه المناسبة طقوس وعادات اجتماعية بعضها لازال راسخ تتناقله الأجيال، والآخر بات يواجه خطر التلاشي والاندثار. عيد الفصح أو العيد الكبير، مسميات يطلقها مسيحيو الشرق على مناسبة عيد القيامة، وهو إذان بانتهاء الصوم الأربعيني لدى جميع الطوائف المسيحية. تسبق العيد جملة تحضيرات وتتخلله مراسم خاصة. أبو ربيع أحد أبناء الطائفة الأرثوذكسية في مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق، يتحدث عن العادات والطقوس التي يحرص على المشاركة فيها بهذه المناسبة، منها حضور الصلوات التي تنظمها الكنيسة وما يرافقها من طقوس متعددة. نصوم 40 يوم، وبعد نصوم 8 أيام أسبوع الآلام اللي هو نعيشه هسه حاليا، حتى نستقبل ونكون مؤهلين أن نستقبل العيد. قديما كانوا يمدون موائد بالكنيسة عن عملية إفطار، بعد بيطلعون من القداس الكل تفطر. هاي شوية شوية مع الزمن تحولت إلى أن يعطون فلوس ويوزعون على البيوت. وتتحدث أم ربيع عن طقوس تقليدية كانت لصيقة بهذه المناسبة، منها تحضير الأكلات المتميزة فضلا عن حرص العوائل على التزاور لتقديم التهاني، لكنها تتأسف لتلاشي بعضها بفعل تغير الظروف الحياتية. نعمل كليشة ونعمل هاي الكبة الكبيرة، كبة صغيرة يسموها اليخني،
ونعمل مرات يعملون هاي الباتشا، مرات يعملون الدجاج المحشي، الفخاد، هالشغلات الأكلات، ونتزاور. طبعا سابقا أحلى فقرة كانت هي كلتنا نعيد ببيت الأهل أول يوم، نتأسف على الهجرة أنه أولادنا ما بقت معنا، يعني هاي دمرت البلد ودمرتنا. يا ريت. طبعا أنا فرحتي هالساعتها كل المغتربين اللي قيجونا. ما تعلمته من الأهل من عادات وطقوس رافقت الاحتفال بعيد القيامة، تحاول سؤدد بدورها توريثه وترسيخ مفاهيمه لأبنائها، غير أنها تؤكد افتقادها لبعض طقوس العيد التي تقول إنها باتت تندثر تدريجيا. ورغم حرص الآباء على ديمومة عادات اجتماعية ترافق طقوس الاحتفالات الدينية بعيد القيامة، إلا أن بعضها بات يواجه التلاشي التدريجي لدى الأجيال الجديدة بتأثير تقلب الظروف المعيشية أحياناً وتسارع إيقاع الحياة أحياناً أخرى. موروثات حضارية وثقافية وطقوس دينية ارتبطت باحتفالات المسيحيين بعيد القيامة، تحاول الأجيال المتعاقبة الحفاظ عليها من الاندثار. لبرنامج اليوم، ضياء محمد، أربيل. في مؤسسة أديان، وهي مؤسسة مستقلة وغير ربحية، يسعى الجميع لتحقيق المواطنة الحاضنة للتنوع وتطوير التعليم حول العيش معا والعمل على المساهمة في منع ومكافحة التطرف العنيف وتعزيز حرية الدين والمعتقد سواء محليا أو إقليميا أو حتى عالميا. معنا من بيروت الأب أغابيوس إكفوري، عضو في الهيئة الإدارية لمؤسسة أديان. صباح الخير. بداية، من هم المسيحيون الشرقيون المحسوبين كأقلية والذين يحتفلون اليوم بعيد القيامة؟ صباح النور. بداية اسمح لي أول شيء أنه أعايد كل الذين يحتفلون بعيد القيامة اليوم من الطوائف الأرثوذكسية. أكيد كل عام وأنتم بخير والجالية جميعها بخير. كطوائف كاثوليكية، نعم، الكاثوليك أيضا بعدهم لهلأ عم بيحتفلوا بعيد القيامة، وبقول للجميع المسيح قام، حقا قام. خلينا بداية إذا بتسمحي لي أقول أنه عيد القيامة لا ينذر بانتهاء الصوم. ورد بالريبورتاج عيد القيامة ينذر بانتهاء الصوم، ولكن في المسيحية عيد القيامة هو غاية الصوم. الصوم هو تحضير لعيد القيامة، مشان هيك الهدف الأساسي هو عيد القيامة، يلي هو بحسب ما يقول بولس هو صلب الإيمان المسيحي، وإن كان المسيح لم يقم فإيماننا باطل وكل ما بشرناكم به هو باطل، يقول القديس بولس. وبالتالي القيامة هي واحتفالات القيامة ليست مجرد ذكرى ولكن أو رمزية، هي لإعادة إحياء وتذكر هذا الحدث الأساس يلي يدور حوله كل الإيمان المسيحي. في الدول العربية اللي حوالينا اتفقوا بوثيقة الأخوة الإنسانية بين البابا فرانسيس وشيخ الأزهر، أنه ما بقى نستعمل عبارة أقليات، ونجرب أنه نحيد عن استعمال هالعبارة لحتى نقدر نوصل، مثل ما تفضلتي وقلتي حضرتك أنت وعم تعرفي عني، نقدر نوصل لمفهوم المواطنة بقلب هالبلدان يلي نحن عم نعيش فيها، لأنه إذا بقينا على مستوى الأعداد في عنا إشكالية. فالأرثوذكس موجودين في هذه البلاد منذ نشأة المسيحية، منن حالة طارئة، ولا هن جالية، ولا هن سواح، ولا هن حالة طارئة على البلدان العربية، هن موجودين منذ نشأة المسيحية وموزعين في كل الدول العربية بنسب متفاوتة، وهم شاركوا في ويشاركون في حياة هذه الدول بكل الأبعاد يلي بتسمح فيها الظروف.
فالكنائس الأرثوذكسية يلي موجودة مثل الروم الأرثوذكس، مثل الأقباط الأرثوذكس، مثل السريان الأرثوذكس وغيرهم، ما زالوا موجودين ويحتفلون في هذه الفترة بحسب التقويم اليولياني بعيد القيامة اليوم. طيب أيضا الأب جابيوس، ما هو الفرق الذي تفرضه التقويمات في الاحتفالات الدينية وممارسة الشعائر في عيد القيامة؟ ما فيني أقول هناك فرق أساسي أو جوهري أو كبير يعني في الاختلاف في الوقت. المبدأ الأساسي الذي اعتمدته الكنيسة منذ المجامع المسكونية الأولى أنه انتظار الربيع، انتظار البدر الأول بعد الربيع، وأن يكون الفصح المسيحي من بعد الفصح اليهودي. وهذا المبدأ يعني عمليا هو محترم في الكنيسة الشرقية كما هو محترم في الكنيسة الغربية، ولكن مثل ما كلنا صرنا بنعرف القصة يعني مع البابا غوريغوريوس، عندما اكتشف العلماء أنه في خطأ أو فينا نظبط التقويم بشكل أفضل، وظبطوا اشتغلوا على التقويم واكتشفوا أنه في كسر أيام وإلى ما هنالك، واعتمد البابا التقويم الجديد، البابا غوريغوريوس يلي حمل التقويم اسمه، ولكن مش هو اللي عمله، العلماء الفلكيين اللي حوله، اعتمد هذا الخط ومشي فيه. نعم. وما نسى إذا بدك مع سائر الكنائس الشرقية يلي بقيت عم تعتمد التقويم اليولياني، ويلي كمان هو تقويم دنيوي، يعني يوليانوس منه رجل دين ولا هو رجل مقدس، هو اعتمد وضع هذا التقويم. فبقيت الكنيسة الكاثوليكية تسعى لاحترام المبدأ الأساسي والكنيسة الأرثوذكسية، ولكن بسبب هذا الاختلاف بين التقويم الشمسي والتقويم القمري إلى حد ما، بين التقويم الغوريغوري والتقويم اليولياني، بنشوف أنه في اختلاف بالوقت، مش دايما، مرات بيلتقوا مع بعضهم بعيدوا سوا. نعم. فهيدا طيب. اختلاف مبدئي لا يمس إلى العقيدة بشيء. نعم. طيب الأب جابيوس، يعني هذه يعني أنت تفضلت أنه ربما لا نريد استخدام مصطلح الأقلية، لكن نحن نقصد فقط بالنسبة للعدد، يعني ربما يعني ديمغرافيا. فإذا ابتعدنا عن مصطلح الأقلية، هل تعتبر أنه هذه الطائفة ربما مظلومة أو مهضومة حقوقها في الشرق، أم كيف هو وضعها الحقوقي خصوصا بعد تهجير عدد كبير منها ربما بسبب النزاعات؟ كمان بدي مش لكون عم بلطف الأمور، بدي اتجنب استعمال عبارات شوي فيها أساوي. صحيح أنه في معظم الدول اللي نحن عايشين فيها، حيث هناك دولة ذات نظام ديني معين، الخبرة علمتنا وقالتنا أنه هناك أشخاص رح يكونوا بشكل أو بآخر مظلومين. لهالسبب نحن كمؤسسة أديان نسعى إلى نشر مفهوم المواطن الحاضن للتنوع، أن تكون الأسس التي تقوم عليها الدولة والأسس الذي يقوم عليها دستور الدولة هو الحقوق والواجبات ومفهوم المواطنة والمساواة بين جميع الناس تحت سقف واحد يلي هو سقف الدستور وسقف الدولة، وأن تكون هذه الدولة قادرة على حضن التنوع الديني والثقافي والإثني والعرقي يلي ممكن أنه يكون موجود بقلب هذه البلدان. ليش نحن منشوف هذا هو الحل الأفضل؟ لأنه الخبرة عم بتعلمنا أو الواقع اللي نحن موجودين فيه بيخلينا نشوف أنه حيث هناك
منهجية فكرية بأكثرية وأقلية، ما بيعود هناك مساواة وما بيعود هناك معادلة تسمح للجميع بأنه يحس حاله هو مواطن بنفس الدرجة كسائر المواطنين في قلب الدولة. وبالتالي برجع بقول نحن نرى أن الجواب على ذلك هو بالسعي لعيش المواطنة الحاضنة للتنوع. نعم، إذن هذا ما نطمح له دائما في مجتمعاتنا يعني الشرقية والعربية. نشكرك كل الشكر ومنعيد عليكم مرة أخرى كل عام والطائفة الأرثوذكسية بألف خير. الأب أجابيوس كفوري، عضو في الهيئة الإدارية لمؤسسة أديان، شكرا جزيلا لك. دعونا ننتقل الآن مشاهدينا إلى مصر ونتعرف على طقوس الاحتفال بعيد القيامة. تتشارك جاكلين وأفراد أسرتها الآراء والمقترحات للتخطيط الجيد لاستقبال عيد القيامة، لكنها تعطي التجمعات العائلية وطقوس الاحتفال المتوارثة القدر الأكبر من الوقت والاهتمام. احنا بنحس بسعاده وامان كده لما بنبقى مع بعض احنا الاربعه، تفرق معانا قوي ان احنا نقعد ناكل مع بعض، نخرج مع بعض في العيد، بنخرج سوا، دي نفسها حاجه مش موجوده في الطبيعي. كل واحد ليه حياته وكل واحد ليه مذاكرته ودروسه واصحابه. تحضيرات بقى بقيه العيد، طبعا بننزل نشتري الاكل بتاع العيد واللحمه والفراخ ونبتدي نجهز واظبط حاجات في الديب فريزر عشان نعملها يوم العيد وليله العيد. انا حد روتيني قوي زي بتاع زمان، يعني كحك وبسكوت في العيد، بنفطر الاكل متعرف عليه الورق العنب والملوخية واللحمة، والمناسبة الوحيدة اللي باخد فيها عادية. و برضو ان انا بجيب لبس جديد للعيد ده ببقى مبسوط ليه، ببقى متحمس ان انا العيد يجي عشان البس اللبس. وفي العادة تأخذ المناسك الدينية أولوية لدى هذه العائلة، فإلى جانب حضور الصلوات في الكنائس يحاول رب الأسرة استحضار ما في هذا العيد من معاني وقيم وغرسها في أبنائه. عيد القيامة اللي احنا فيه دلوقتي بيبقى قبليه بأسبوع كده في فترة التحضير في الكنيسة، بتبقى فترة حزيني شوية، بنحتاج شبه ان احنا ايه نعيش الالام شويه بتاع السيد المسيح اللي عاشها، نسمع شويه مزيكا، نبتدي بقى ننهي عن اي حاجه فيها تفريح شويه، نروح نحضر مثلا قداس مع بعض، نخلص نروح نفطر مثلا، صايمين كلنا مع بعض بنشجع بعض. يعني اما بروح الكنيسه وبحضر بحس براحه نفسيه اكتر، ان يعني بيت ربنا رحت بصلي هناك. تتجهز الكنائس المصرية على اختلاف طوائفها باحتفالات خاصة تبدأ في الأسبوع الأخير من الصيام، ويكرس يوم الجمعة الأخير لذكرى آلام المسيح وصولا إلى قداس العيد، وفيه يبتهجون بالتسابيح والصلوات. إيمان المسيح قايم على إن يسوع المسيح بيتصلب وبيقول، فإيماننا قايم على هذا الحدث، فهذا يعتبر من أهم الأعياد أو من أكبر الأعياد اللي احنا بنختبرها وبنعيد فيها. الكنيسة بتستعد لعيد القيامة من خلال طقوس وصلوات طويلة بتبدأ من أول أحد الشعانين ودخول المسيح لأورشليم ليس كملك أرضي ولكن كملك يملك على بيعطي رسالة ملكوت السماوات. تعد المسيحية ثاني أكثر الديانات انتشاراً في مصر، وينتمي نحو 95% من أتباعها إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والتي حددت الاحتفال هذا العام بعيد القيامة في 5 من شهر مايو، يشاركها فيه مختلف الكنائس المصرية. طقوس وعادات اجتماعية شبه ثابتة وجوانب أخرى روحية ودينية تقيمها الكنائس المصرية على اختلاف طوائفها لاستقبال والاحتفال بعيد القيامة، والذي لم تتأثر مظاهره بتحديات الاقتصاد والمعيشة. محمد محي الدين، الحرة، القاهرة. من مصر ننتقل إلى لبنان، ومعنا عميد كلية الموسيقى الكنسية في جامعة الروح القدس الكاثوليك في لبنان ورئيس دير مار أنطونيوس بيت شباب الأب بديع الحاج. أهلا بك، صباح الخير عليك أولا، وكل عام وأنتم بخير أكيد. أولا، هل يمكن الحديث عن أهمية الترانيم الكنسية خلال هذه الاحتفالات الدينية؟
صحيح. أول شيء صباح الخير ينعاد على الجميع. أكيد الترانيم الكنسية هي عنصر كتير مهم بالليتورجية الكنسية، وهي من الفنون التي تعبر بشكل أسمى عن محبة الإنسان لله. وعندما نصلي كما يقول القديس أغسطينوس، من يرتل يصلي مرتين، بقى من هون الترنيم هو عنصر كتير مهم، وهو يجمل الكلام، وهو يحمل الكلام ليكون أسمى وأجمل ليصل إلى الله، لأن احنا الصلاة هي مخاطبة الله، فكيف بالأحرى أن نخاطبه بشكل جميل وبشكل فني طالما الله عطينا هالموهبة اللي هي موهبة الترتيل والموسيقى. طيب يعني الأب بديع، كيف يتم اختيار ربما الترانيم والموسيقى الكنسية، ولأي مدى تعبر بالفعل عن روحانية عيد القيامة؟ أكيد نحن نقتبس من الكتاب المقدس، من العهد القديم والعهد الجديد، نقتبس من تعاليم الكنيسة، من الآباء الذين سبقوا، آباء الكنيسة بنسميهم، يلي كتبوا عن القيامة، عن الفصح، كتبوا عن أسبوع الألام، كتبوا عن كل المراحل التي عاشها المسيح على الأرض. من هالنصوص هذه تقتبس الكنيسة النصوص. أكيد في قواعد الكنيسة هي بتحطها، مش حيالله شخص بيقدر يكتب نص يرنم في الكنيسة، في عنا تقليد نحن قديم جدا عمره عمر الكنيسة. هذا من ناحية النصوص. ومن ناحية الموسيقى أيضا هناك قواعد يجب الالتزام بها. أهم قاعدة هي الالتزام بالتقليد، يعني على اللحن أن يكون يجاري التقليد الكنسي القديم، لأن احنا خاصة الكنائس الشرقية تقليدها قديم جدا في التراتيل والترانيم، وعندنا أباء كنيسة واكبوا الكنيسة من بدايتها. بقى من هون نحن ما قلنا نحط ألحان أو نصوص لا تتماشى مع هذا التقليد العريق القديم الذي يحاكي تاريخ الكنيسة. الترانيم أكيد تحاكي المرحلة التي نعيشها، وخاصة في عيد الفصح. الألحان مثلا هي خاصة للفصح، في هناك ألحان أخرى ترتل في مناسبات عدة، يتغير الكلام ويبقى اللحن ذاته، ولكن في أسبوع الألام وفي عيد القيامة المجيدة الألحان والنصوص هي خاصة لهذه المناسبة. عندما نسمع اللحن دون الكلام نعرف بأن هذا اللحن هو لحن قيامة مثلا أو لحن آلام، فمن هنا هذه المناسبة مهمة جدا. لذلك نجد الألحان والنصوص هي خصيصا وضعت لهذه المناسبة. نعم. طيب برأيكم ما هو الدور اللي تلعبه الموسيقى في تعزيز التجربة الروحية؟ الموسيقى هي أول عندها كذا دور، يعني الدور الأول هو مثل ما قلت في بداية الحديث أنه تجمل الكلام وتجعله مجودا جميلا ليصل إلى أذان الله ليستمع صلاتنا. الدور الثاني هو للمؤمنين، يزيل الملل عندما نقول الصلوات بشكل قراءة أو تلاوة عادية، يمكن بأن المؤمن يصل إلى ملل ما أو يتشتت بأفكاره لأنه لا يشارك. فالموسيقى واللحن فيه الإيقاع، والإيقاع يوحد طريقة الأداء. من هنا نجد بأن الجميع يلفظون بنفس الطريقة، وهذا اللفظ يعود إلى إيقاع اللحن الذي وضع عليه الكلام. وأيضا هناك النغمة، النغمة التي تشد المؤمن أكثر ليرتفع بصلاته، بأن يكون منسجما مع صلاته التي يقوم بها. وهناك الدور الثالث هي مساعدة المؤمن على حفظ الكلام، لأن الكلام الغير الملحن صعب حفظه، بينما إذا كان شعرا أو كان نثرا ووضع له لحن فاللحن يساعد المؤمن على حفظ هذا الكلام وتعليم الكنيسة. ونجد خاصة في الكنيسة الشرقية بأن الأولين الذين استعملوا الموسيقى والألحان في الكنيسة مثل مار أفرام سورياني ومار يعقوب والأباء الذين كانوا في القرون الأولى للكنيسة، استخدموا الألحان الشعبية كان نغمة ووضعوا عليها تعليم الكنيسة لتنتشر تعليم الكنيسة الصحيحة بواسطة الموسيقى. فالمؤمن عندما يسمع لحنا ما معروفا إن كان شعبيا مثلا ووضع عليه كلام يحفظ الكلام على هذا اللحن، وبهذه الطريقة تصل
نعم، الألحان السريانية مثلا لأنها قديمة جدا تعود إلى الأرامية ومن ثم السريانية. الألحان السريانية مع القديس فرام السرياني مثلا بدأت بهذه الطريقة، أخذ ألحانا كان يستعملها قبله الفيلسوف الموسيقي برديسان، ومن ثم استعملها هو ووضع عليها تعليم الكنيسة الصحيحة لتنتشر. نعم. هذه التعليم عبر الألحان المعروفة من الشعب. طيب الأب بديع، اليوم الموسيقى الكنسية يعني كيف تربط بين التقاليد القديمة اللي ذكرتها وتفضلت بذكرها حضرتك والممارسات المعاصرة اليوم في احتفالات عيد القيامة لمسيحيي الشرق؟ ربما كان الصوت خفيفا، ولكن سمعت بأن ما هو الارتباط بين القديم والحديث في التقاليد. نعم، الكنسية تمام. التقاليد الكنسية هي تقليد، يعني تعيش مع الزمن وتنتقل من جيل إلى جيل، تنتقل من جيل إلى جيل ووصلت إلى يومنا هذا، ومسؤوليتنا جميعا بأن نحافظ على هذا التقليد. لا يجوز بأن نقول مثلا في جيل معين أو في سنة معينة انقطع هذا التقليد لأنه لم يعد ممارسا أو أصبح قديما أو أصبح لا يلائم الجيل الجديد. التقليد يبقى ملائما ولكنه يتغير مع الزمن، يتغير مع المجتمع، يتغير مع الجيل الذي يعيشه. فمن هنا التقليد يبقى حيا في الجماعة التي تمارسه. وهناك أيضا الألحان الحديثة التي هناك كنائس تسمح وهناك كنائس لا تسمح. فالكنائس الشرقية عادة لا تسمح بدخول ألحان حديثة، وميزت بين الترانيم الروحية أو الألحان الروحية أو الأناشيد الروحية وما بين الألحان التقليدية أو الألحان الكنسية. فمن هنا هناك كنائس تقول بأن على الكنيسة أن تحافظ على هذا التقليد لأنه يحمل الكلام المنبثق من الكتاب المقدس ومن آباء الكنيسة ومن تعليم الكنيسة، واللحن يلائم هذا التقليد، نحافظ عليه في احتفالاتنا الرسمية الليتورجية، والترانيم الأخرى التي هي شبابية أو كانت من ملحنين حديثي العهد إلى آخره يمكن أن تنشد أو أن ترنم في مناسبات خارج الكنيسة، نسميها خارج الليتورجيا المعتمدة من قبل الكنيسة الرسمية. نعم، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا في حلقتنا لليوم، عميد كلية الموسيقى الكنسية في جامعة الروح القدس الكاثوليك في لبنان ورئيس دير مار أنطونيوس بيت شباب الأب بديع الحاج. شكرا جزيلا لحضرتك. بعد قليل، هل ذكورة الرجل الشرقي مهددة براتب زوجته؟ خليكم معنا. أهلا بكم. العنف ضد النساء والفتيات بحسب الأمم المتحدة واحد من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا في العالم. يعني يمكن هذه الجملة لم تعد صادمة أو جديدة رغدة، لكن المشكلة الأكبر هي أن العنف ضد النساء يحدث بشكل يومي مرارا وتكرارا، وبالأخص داخل الأسرة نفسها وفي الكثير من المناطق حول العالم. فعلا ساند، يعني غالبا ما نحكي عن العنف يعني يخطر في بالنا على طول العنف الجسدي رغم مأساويته، إلا أن النساء يتعرضوا لأشكال مختلفة من العنف الأسري ومنها العنف الاقتصادي. ولكن ماذا نعني بالعنف الاقتصادي؟ نعم رغدة، بحسب تعريف هيئة الأمم المتحدة فإن هذا النوع من العنف يحدث عندما ربما يقوم الفرد بالوصول إلى الموارد المالية لشريكه عادة كشكل من أشكال الإساءة أو السيطرة أو ربما لعزلها أو لفرض عواقب سلبية أخرى على رفاهيتها. نعم، وهناك حالات يتم فيها ممارسة العنف الاقتصادي ضد المرأة بطريقة غير مباشرة، يعني مثلاً
لما راتب المرأة يتاخذ أو كيف ينصرف أو من المسؤول عنه أو كيف يقسم، يصبح هنا هذا الأمر سبب من أسباب المشاكل الأسرية والمشاكل في العلاقات الزوجية كذلك. يعني هنا يمكن القول بأن هذا أيضا شكل من أشكال العنف الاقتصادي ضد المرأة ساندي. صحيح رغدة. يعني بالمقابل في بعض الحالات هناك نساء تعتبر أنه إذا كان راتبها أعلى من راتب الزوج فيصبح لها الحق الكامل بالتحكم المطلق بالعلاقة والتأمر، أو قد يصبح الموضوع باب ربما للمقارنة والمشاكل وأحيانا قد تصل للإهانة. إذا خلونا نتعرف مشاهدينا على بعض الحقائق المتعلقة بهذا الموضوع. بحسب المنتدى الاقتصادي العالمي تحتاج المنطقة العربية لأكثر من 150 عام لسد الفجوة الاقتصادية والاجتماعية بين الجنسين، وبدورها منظمة Women's Aid تؤكد أن معالجة الانتهاك المالي يساهم في سد الفجوة، لأن العنف الاقتصادي ضد النساء يعتبر عائق أمام المغادرة، بمعنى أنه عدم تمكين المرأة اقتصاديا يعد سبب لشعور العديد من النساء بأنه ليس لديهن خيار سوى البقاء مع المعتدي أو المعنف، ما يعني زيادة المخاطر على المرأة الناجية، لأنه التحديات الاقتصادية التي تحول دون المغادرة تؤدي إلى بقاء المرأة مع الرجل المسيء لفترة أطول وتعرضها لخطر أكبر ولأشكال عنف أكثر وأكثر، وبالتالي فهو عائق لحياة مستقلة للمرأة، لأن الإساءة الاقتصادية لا تعتمد على القرب المحسوس فقط، وبالتالي يمكن لها أن تستمر حتى بعد الانفصال، وغالبا ما تترك المرأة غارقة في الديون. يعني حالة انعدام الأمن المالي هذه تؤثر بشكل مباشر في قدرة المرأة على إعادة بناء حياتها من جديد، لا شك رغدة. نعم، لذا يعني لابد من مواجهة العنف المالي والتعامل معه باعتبار أنه لا يقل خطرا عن أشكال العنف الأخرى التي تتعرض لها النساء، بل يمكن أن يكون مؤشرا على أشكال العنف الأخرى الموجودة ربما تكون. صحيح. نتحدث أكثر عن هذا الموضوع ساندي، وينضم لنا استشاري العلاقات الأسرية الدكتور خليل الزيود. سيد خليل دكتور، صباح الخير عليك. بالبداية، إلى أي مدى يمكن أن يشكل العنف الاقتصادي أو الاستغلال المادي بين الأزواج خطرا على الزواج نفسه؟ جيد، أولا شكرا على المقدمة اللطيفة لكما، كانت مقدمة ضافية وافية، يعني ممتلئة بكل الأشياء التي نريدها، وهي تحتاج إلى ساعتين من النقاش لأنه فيها كثير من القضايا المركزية، ولكن خليني أبدأ من العنوان. هل استقلال المرأة الاقتصادي أو ملاءة المرأة الاقتصادية أو قدرة المرأة المالية تهدد ذكورة الشخص الموجود في العالم العربي؟ طبعا ذكورته وليست رجولته، وهذا تعبير دقيق، لأنه إن ارتقى من منطقة الذكورة اللي هي الحاجات البيولوجية والأشياء هذه كلها الطبيعية الإنسانية المتعلقة بالجسد وحاجاته فهو ذكر، لكن إذا ارتقى بالمواقف أصبح رجلا، فهي تهدد الذكر ولا تهدد الرجل، لأن الرجل سيمتلك الصفات النفسية والمناعة النفسية والقدرة على التعاطي. أن استقلال المرأة الاقتصادية هو جزء مهم جدا من استقلاله هو، من قدرته على اتخاذ القرار في الحياة، من تربية أبنائه، من أن شريكته في الحياة قادرة أن تتخذ معه قرار، فهو تهديد للذكورة وليس تهديد للرجل، فهذه بداية صحيحة جدا. طيب، هل من الممكن أن المرأة المستقلة اقتصاديا تهدد الزواج؟ لا، المرأة المستقلة اقتصاديا الضعيفة نفسيا، الضعيفة عاطفيا، غير الواثقة أنها من حقها أن تستقل اقتصاديا، هذه التي تهدد مؤسسة الزواج. الذكر الذي يرى أن زواجه مهدد بمرأته إذا كان عندها راتب أعلى هو مشكلته هو، وليست مشكلة الزواج ولا الرجل بشكل خاص. نعم. طيب دكتور، ألا تعتقد أنه يعني هناك لابد من وجود شريحة من ربما الرجال قد يتأثرون بالفعل براتب زوجتهم؟ يعني نتحدث عن أرض الواقع قليلا، يعني أنت تقول أنه هذه مشكلة الرجل ويجب أن يرتقي من الذكورة إلى الرجولة وإلى آخره، لكن هي مشكلة ربما موجودة في المجتمع بشكل أو بآخر، أنه راتب الزوجة قد يكون مدخل لمشاكل أسرية وخلافات كبيرة، ما رأيك؟ صح، هو كذلك. لا، هو كذلك فعلا. أحسنتي، أنا أقول نعم هو مشكلة كبيرة، لكن لمن مشكل؟
كل امرأة صار راتبها أعلى واستقلت اقتصادياً أصبحت تهديد؟ لا. طيب لماذا يعني قد يجد بعض الرجال أنه راتب المرأة العالي الأعلى ربما من راتبه أو مسمى الوظيفة إلى آخره قد يكون مشكلة للعلاقة الزوجية؟ لماذا يجدون مشكلة فيه؟ جيد، لأنه يجد أنه هو أصلاً ماسك البيت من خلال أني ماسك المصاري، أنا أتحكم فيك من خلال الراتب، من خلال مصروفي. طب أنا بطل عندي أداة أتحكم فيك فيها، كيف بدي أقدر لك؟ كيف بدي أقدر أضطهدك وأتعبك وأزعجك؟ كيف بدي أقدر أتحكم بطلعتك وجيتك؟ كيف بدي أقدر أتحكم بقراراتي الفاشلة في البيت؟ من خلال تهديدك بالمال، فيش مصاري، ما أعطيكي، أرميكي في الشارع، والله النفقة اللي أخليكي تشحذيها شحنة. هذه المفردات كلها والألفاظ تعطي الرجل الضعيف سلطة على المرأة. طب إذا استقلت، إذا قال لها أطلقك وفيش مصاري، تقول له روح على المحاكم، بس أنا مش أحد، أنا حيضلي معي ملاءة مالية، أنت وولادك حطلعكم من المدرسة الفلانية وديكم على مدرسة أقل، تحكي له لا حجيب حقي في المحكمة بس أنا حيضلوا أولادي في المدرسة الفلانية لأن وضع المالي كويس، حطلعك من وظيفتك ما تقدر لأن الوظيفة أنا عندي وراتبي أنا فيها، عرفت كيف؟ فهو طبعا ليش؟ لأنه هو لما يكون ضعيف هو يستغل نقاط الضعف هذه، المال والفلوس والعلاقة الحميمية وغير ذلك، هي أدوات للسيطرة طبعا. نعم. وفي كثير من البيوت تفشل طبعا بسبب ملاءة المرأة الاقتصادية في بيت ضعيف نفسي أو تكون المرأة نفسها ضعيفة نفسيا وعندها ملاءة اقتصادية مو قادرة تشعر بهذا الحق الطبيعي إلها. يعني هو المال ربما في هذا النوع من أنواع العلاقات اللي فيها هذه المشاكل ربما يكون المال هو سلطة هنا وهذا اللي سبب هذا النوع من الخلافات أكيد حسب شخصية كل طرف في العلاقة. سلطة جميلة. نعم. سلطة جميلة، سلطة ممتعة، سلطة رائعة. المال سلطة ليه دائما لما نطلع على سلطة المال نأخذها من وجه النظر أنه بدها تتحكم فيه وإذا استقلت ماليا بكرة تطلب الطلاق؟ هو مثل ما ذكرنا المال سلطة ولكن يمكن أن تستغل هذه السلطة. كل شيء ممكن يستغل، كل شيء، القلم ممكن يستغل بشكل سيء، الموبايل ممكن يستغل بشكل سيء، السيارة، أي شيء ممكن يستغله بشكل سيء مو إذا وضع في مكانه. الأصل في المال سلطة جميلة رائعة نعمة، شيء الواحد يريح حاله فيه ينبسط فيها. الفلوس مش وحشة، بس الوحش وين؟ استخدامها زي أي شيء ثاني. بالعكس يجب أن ننادي بسلطة المرأة الاقتصادية لأنه هذا يساهم في ثبات البيوت وتماسكها. إذا كان في بيت خرب بسبب مشكلة مالية إما يكون مشكلة المرأة في إدارتها للمال أو مشكلة الرجل أنه كان أصلاً تهدي الرجل الذي يهدد استقلال المرأة الاقتصادي يعيد النظر في تفهيم الرجل في مفهوم الرجولة في مفهوم مؤسسة الزواج. نعم. طيب دكتور لماذا ارتبط الدخل المادي بالرجل؟ يعني في هذه الحالات يشعر الرجل نفسه إذا كانت المرأة دخلها أعلى أنه هو زوج الست إن صح التعبير لمجرد أنه زوجته راتبها أعلى، لكن إذا كانت الحالة عكسية إذا كان الرجل هو من لديه الدفة الأعلى إن صح التعبير بالراتب أو الدخل المادي لا تشكل خطر على الزوجة أو على العلاقة. ليش ارتبطت المادة بالذكورة؟ جيد، الإجابة بأمرين. الأمر الأول تاريخنا ونشأتنا، مثلا خلال السنوات المية الماضية نشأت أنه فكرة الرجل اللي هو اللي يجيب للبيت ويطلع يشتغل والمرأة جالسة في البيت. في آخر 20 أو 25 سنة أصبح هنالك ثورة ثقافية جميلة ولطيفة وأنيقة وقوة ناعمة أنيقة أنه أصبحت المرأة تشتغل وتجيب راتب وتستقل اقتصاديا. فهو ما تعود، يعني هو الشرخ لم يشرخ، شرخت عادات وتقاليد بائدة ولم يشرخ شيء مهم وضروري. إنما لو رجعنا أنا وياكم للزمان القديم من سنوات طوال سوف نجد أن المرأة والرجل على حد سواء يخرجوا وينتجوا ويرجعوا للبيت ما في أي مشكلة. لكن هذا تغير الآن بشكل جميل جدا للأحسن، إنه نسبة تعلم النساء أكثر، نسبة مزاحمتهم للرجال في سوق العمل كبير جدا، وهذه مزاحمة إيجابية وليس مزاحمة سلبية. فأصبحت الكفاءة تتقدم إلا ببعض الاستثناءات، يعني التي يجب أن تعالجها التشريعات والقوانين، فهذا شيء طبيعي جدا. أما من قبل يعني هي عادات وتقاليد تغيرت وتبدلت، وليس الأمر له علاقة أن الرجل هو وجاءت المرأة تزاحم، لا هي لم تزاحم. نعم. إذا يعني نذكر مرة أخرى دكتور يعني إنه الأصل في الحياة الزوجية والمشاركة، يعني لابد من تحقيق التشارك وضمان حقوق الأفراد كذلك في الأسرة، ونأمل دائما أن تكون هكذا هي الحال. لكن نشكر مداخلتك معنا المستشار الأسري والتربوي السيد خليل الزيود، شكرا جزيلا لك. تتابعونا بعد قليل، البقاء بعيدا عن الهواتف وصفة السعادة للمراهقين.
بكم من جديد. على الرغم من الفوائد العديدة اللي تقدمها التكنولوجيا، يبدو أن هناك قيمة متزايدة في البقاء بعيدين عن الهواتف والتحرر من الارتباط المفرط بها. وإذا كنت تبحث عن صفة السعادة بالمراهقين في العصر الحديث، فإن البعد عن الهواتف الذكية ممكن يكون هو أحد العناصر الرئيسية لتحقيقها. يعني معلومة صراحة ملفتة أنه البعد عن الهواتف الذكية، رغم أنه هي جزء من حياتنا، أصبحت يعني ربما وصفة السعادة للمراهقين. فهذه معلومة مثيرة للاهتمام. لكن مشكلة رغدة أنه الهواتف الذكية تجاوزت يعني اليوم كونها مجرد أداة اتصال، بل أصبحت جزء بالفعل لا يتجزأ من حياتنا، جزء أساسي جدا. وهذا طبعا يشمل كذلك حياة الأطفال وحياة المراهقين أيضا. لذلك الكثير من الأباء والأمهات يجدون صعوبة كبيرة ربما في مساعدة أطفالهم على الابتعاد عن الهواتف المحمولة. فعلا ساندي، وهذه المخاوف تأتي في الوقت اللي يهتم فيه صناع السياسات والمدافعون عن الأطفال بشكل متزايد بعلاقات المراهقين بهواتفهم ووسائل التواصل الاجتماعي، وتسببها في إيذاء الشباب والمساهمة في أزمة الصحة العقلية لديهم من خلال تصميم ميزات تؤدي إلى إدمان الأطفال عن عمد. صحيح رغدة، يعني صحيح أنه إبعاد المراهقين أو الأطفال عن الهواتف المحمولة والذكية قد يبدو مهمة صعبة، لكن كما ذكرت قبل قليل، إن تحققت هذه المهمة فالنتيجة تكون أكثر من رائعة فيما يخص أو ينعكس على مشاعر السعادة والهدوء، خاصة عند فئة المراهقين. وهذا ما أكده استطلاع جديد نشره مركز بايو للأبحاث الأمريكية. يبدو أن السعادة للمراهقين تكمن في القدرة على البعد الصحيح عن الهواتف الذكية والتركيز على التفاعلات الحقيقية والأنشطة التي تثري حياتهم اليومية بشكل ملموس. ففي استطلاع جديد نشره مركز بايو للأبحاث، أظهر أن ما يقارب من 3/4 المراهقين الأمريكيين يشعرون بالسعادة أو السلام عندما يكونون بعيدين عن هواتفهم. بينما يقول المراهقون إن عدم امتلاك هواتفهم في بعض الأحيان على الأقل يجعلهم يشعرون بالقلق بنسبة 44%، كما يعزز غياب الهواتف عنهم شعورهم بالوحدة بنسبة 39%. وعلى الرغم من المخاوف المتزايدة والوعي لدى المراهقين حول كيفية شعورهم بالوقت الذي يقضونه على أجهزتهم، أفاد 7 من كل 10 مراهقين أن الهواتف الذكية توفر فوائد أكثر من الأضرار للأشخاص في جيلهم، في حين أن 30% منهم يتبنون وجهة نظر معاكسة ويقولون إن الأضرار أكثر من المنافع. كذلك يعتقد المراهقون أن الهواتف الذكية تجعل تعلم المهارات الاجتماعية الجيدة أصعب بنسبة 42%. الحال عند الآباء ليس أفضل، إذ ذكر 47% منهم أنهم يقضون الكثير من الوقت على هواتفهم الذكية. وهنا يرى المراهقون أن الهواتف تشتت انتباه الآباء عنهم أحياناً. إذن من الواضح أن الآباء والمراهقين يقضون الكثير من الوقت على أجهزتهم، ربما لن يتغير هذا الواقع في وقت قريب. ومع ذلك فمن العلامات المشجعة أن المراهقين يدركون مدى السعادة في الابتعاد عن الهواتف الذكية، وكل ما عليهم هو الاستفادة بشكل جيد من أوقات الفراغ بمساعدة الأهل الذين يجب عليهم كذلك التمتع بحياتهم مع أطفالهم. ومعنا الاستشارية الأسرية ومدربة المهارات الحياتية للمراهقين كريستينا المعري. أهلا بك كريستينا، صباح النور. احكينا عن الأثار السلبية للاعتماد المفرط على الهواتف الذكية بالنسبة للمراهقين. هي بالنسبة للأطفال وللمراهقين بنفس الشيء. ولينا. نعم، وللكل أكيد. أكيد الإفراط يعني باستخدام الأجهزة كلها الذكية له آثار كتير سلبية على الجسد وعلى العقل.
وعلى تواصل المراهق حتى مع محيطه. بتأثر أيضا على في دراسات كتير عملت أنه في إلى تأثير على نمو الدماغ بهي المرحلة، لأنه دماغ الإنسان ما بيكتمل تقريبا العمر بعد 20. فهون وجود الأجهزة بشكل دائم مع المراهق بيأثر على نمو وتطور الدماغ، بيأثر كمان على صحته الجسدية. يعني هو صار عم يقضي ساعات كتير طويلة على هو وجالس على التليفون، بيأثر أنه بيصير عنده عزلة، بده يقعد لحاله فترات أطول. يعني هو المراهق بطبيعته بيحب شوي أنه ينعزل، ولكن بتمد من لاقية اللي بيستخدمه كتير الأجهزة التليفون، فهو عم بتمد ساعاته لحاله، وبالتالي عم بيصير إلى أكيد تأثيرات كتير سلبية جسديا وعقليا عليه وعلى تواصله مع محيطه. على بلاقي مثلا كتير أنه بيقولوا أنه مدري ليه ما بيطلع مثلا إذا عنا ضيوف المراهق، ما بيسلم على العالم، بتلاقيه هيك أخذ لحاله زاوية دائما لحتى يكون على تواصل بتليفونه. وأكيد هذا الشيء بيمنعه من التطور يعني بالحياة، تطوير حتى العلاقات الاجتماعية والحقيقية بالمجتمع مع أقرانه والآخرين. طيب خلينا نفصل أكثر بالآثار ربما مثل ما ذكرت العقلية أو العصبية النفسية. هل يمكن أن يؤثر التعلق بالهواتف الذكية بشكل كبير على حتى جودة النوم لدى المراهقين وجودة الراحة مثلا؟ يعني يبقيهم دائما في حالة قلق وتفكير. صحيح صحيح 100% اللي عم تقولي بيأثر على جودة النوم، وبالتالي هو كل ما سهر أكثر كل ما الجسم طلب أكل أكثر، فهذا تأثيره على الصحة الجسدية، بصير بده يأكل، فهو عرضة للسمنة وللبدانة بصير أكثر. وأيضا كمان بيأثر أنه بيعمله مشاكل بالأرق، قلق، بصير دائم التفكير ممكن إذا هو عم بيشوف محتوى سلبي أو عم بيشوف محتوى عم بيمسه مثلا أنه ليه مثلا هنن هيك أنا مو هيك، بصير بيعمل هاي المقارنة المراهق بينه وبين حاله، هذا الشيء رح ينعكس سلبا عليه، وبصير ممكن أنه يوصل لمرحلة الإدمان على الهواتف، ممكن توصلنا للاكتئاب، للأرق، للقلق، ونحتاج لتدخل مختص نفسي ببعض الحالات. نعم، لأنها تؤدي للعزلة، فهذا صحيح. يسبب مشاكل نفسية ربما صحيح. أخرى أو مشاكل في الصحة العقلية بالتأكيد. يعني للمراهقين. طيب ما هو تأثير الوقت الطويل اللي يقضيه المراهقون على الهواتف على قدرتهم على التركيز مثلا في الدراسة، الانتباه في الدراسة، في الأنشطة اليومية في حياتهم؟ أكيد له تأثير على الدراسة كمان كبير، لأنه مثل ما قلنا هو ببطل عم بيركز، صار مشتت، صار هو بعالم هذا التليفون، العالم الافتراضي على وسائل التواصل، فهو صار مشتت اليوم، ما عاد قادر أنه يركز على مهمة واحدة لينجزها، صار بصعوبة عم بيركز على دراسته، صار وبالتالي أكيد أداؤه الأكاديمي بده يتراجع. حتى مثلا في طلاب، في أولاد بالمدرسة بياخدوا على المدرسة التليفونات معهم، فبصير هنا بيكون الدرس ماشي وهو عقله بالتليفون، عقله بالشو بدنا مثلا نلعب او نعمل ابلكيشن او كذا او شو صار، يعني بيكون هو مشتت فاقد التركيز، وبالتالي ما عاد ركز على مهمه واحده. هيك انا دائما بركز حتى مع الاطفال الصغار انه يكون تركيزنا معهم على مهمه واحده، يعني مثلا ما يكون عم يعمل كذا مهمه بنفس الوقت، عم ياكل، عم يحكي على التليفون، عم يتفرج على التي في، هذا بيعطي تشتت للولد. للاسف صار هيك مثل نمط حياتنا، يعني انه صحيح. نقوم بالكثير من الامور كلها في نفس الوقت. طيب الان وضعنا يعني مثل ما بيقولوا عيننا على المشكلة، طب ما الحل؟ صحيح. هل في استراتيجيات فعالة لتقليل استخدام ربما الهواتف الذكية بين المراهقين؟ أين تبدأ الحلول؟ هلا حالي إذا بدنا نحكي العلميا الحقيقة تبدأ بمرحلة ما قبل المراهقة، هي المرحلة الأهم لما أنا بدي بلش حضر ابني لهي المرحلة اللي هو جاي عليها. هون كتير مهم إنه الأهل يبلشوا يدوروا شو أنا ابني بحب، أنواع رياضة مثلا، شو بيحب موسيقى، شو هواياته اللي عنده، شو الشغلات اللي بيحبها بعيدا عن البيت وعن الأجهزة المحمولة وعن التكنولوجيا، شو الشغلات اللي أنا كهواية ممكن تكون موجودة عنده وأنا نميله إياها. بدي دور كل ولد بيكون مختلف بشي، يعني أنا ما فيني كل أولادي بدي إياهم يكونوا بيعرفوا كرة القدم مثلا، أو كل أولادي هواياتهم مثلا الموسيقى. كل ولد شو بيتميز، شو فيه، شو إذا أنا ساعدته كأهل ممكن إنه هو يتطور فيها ويبعد عن الشاشات. وهي كمان أيضا تنفع مرحلة المراهقة، بتكون أصعب لأنه هو أوريدي تعود على شيء آخر، فبيكون نمط آخر، فبيكون صار أصعب. أيضا كمان الأهل يكونوا قدوة للولاد، يعني
كتير في أهل بيكونوا الولد عم بيحاكيهم إنه إيه مشغولين بتلفونهم كل الوقت. فهون كمان في دراسات بتقول إنه تقريبا 50% من المراهقين عندهم يعني صار ببالهم إنه أهلهم بيقضوا كل وقتهم على التلفون. إنه هذا التعلق عم ينتقل للطفل لأنه هو عم بيشوف هاي الصورة النمطية قدامه. أيضا هون كتير مشكلة عند الكبار كذلك. صحيح. لابد أن نكون قدوة. صحيح. فهي الواحد بده يشتغل عن جد على حاله وقت بيكون. طيب كيف ممكن الكبار أو المدارس حتى أنهم يحطوا أنشطة بديلة للأطفال المراهقين بدل البقاء على الشاشات والتليفونات؟ هلا أكيد بكل مدارس اليوم نحن إذا بدنا نحكي مدارسنا فرضا بالإمارات صار في كلها في أكتيفيتي في نشاطات في نشاطات حركية نشاطات موسيقية أو آرت الفن في كتير أولاد أنا ابني واحد منهم بحب كتير الشغلات اليدوية اللي بتنشغل أو الرسم أو الأشياء اللي بدها هيك قاعدة وتركيز هذا منه بيزيد التركيز للولد لدراسته وتاني شيء عم بفرغ له خاصة أنا بقول إن مثلا الرياضات الأنواع الرياضات للذكور بهي المرحلة خلينا نقول هي الرياضات اللي فيها شدة عالية مثل البوكسينج مثل مثلا الكاراتيه هدول الشغلات فيهم تفريغ عالي للطاقة وبالتالي الولد هون بعد يكون في كمان وقت معين ومحدد والأهم إنه أنا يكون في حوار أنا وابني على هذا الموضوع فهمه شو أضرار القعدة الطويلة يكون هو حاسس بالحرية إنه يحكي بشكل كتير واضح وصريح قدامي عن خوفوا عن الأشياء ونحن كمان نكون عم نقدم له وعي عن هاي المرحلة بدون التأنيب واللوم والعتب. أكيد. يعني يمكن ذكرتي نقطة مهمة هي الحوار مع المراهقين والأطفال حتى نضع نمط حياة ربما أكثر صحة. نشكر وجودك معنا ونشكرك على كل هذه النصائح الاستشارية الأسرية ومدربة المهارات الحياتية للمراهقين كريستينا المعري. شكرا. شكرا جزيلا لك. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم. يمكنكم التواصل معنا على مواقع البرنامج. دمتم في رعاية الله. إلى اللقاء. في المسيحية عيد القيامة هو غاية الصوم. الصوم هو تحضير لعيد القيامة. مشان هيك الهدف الأساسي هو عيد القيامة يلي هو بحسب ما يقول بولس هو صلب الإيمان المسيحي.